يشكل التمر جزءا اساسيا من الموائد الرمضانيه. ينصح خبراء التغذيه بتناول التمر عند الافطار كونه سريع الهضم والامتصاص وكفيل بمد الجسم بالطاقه وتعويض نقص الفيتامينات والمعادن. وللتمر فوائد اخرى عديده. شهر رمضان المبارك النهار يعني بيكون كتير طويل، فالجسم بحاجة لكمية من السكر، وخلال الصيام بيوطى معدل السكر بالدم، فكتير مهم نبلش أو نكسر الصيام بحبة أو حبتين من التمر تنعدل مستوى السكر بالدم. التمر كمان انه غني بالمواد المضاده للاكسده، فهي هيدي المواد عاده بتساعد الجسم انه يتخلص من السموم، فجدا مهم تناوله خلال شهر رمضان.